يخرج عن إطار المؤسسة فهذا يخرج ولدينا يعني أدلة كثيرة على ولذلك إحنا اليوم لم يكن موضوعي هو موضوع أن نتحدث عن الإخفاقات أو الجوانب السلبية، لذلك لم أتطرق، لكن كنت مضطرا يعني إلى ذلك. لا شك النفوذ الإيراني نفوذ متنامي، تركيا وإيران كل طرف يعرف قدرة الطرف الآخر، لكن يتنافسان في كل ساحة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا، لكنهم هم مثل أنا مسميهم يعني الصديق اللدود، هم كل واحد يعرف طرف قوة الطرف الآخر، لكن لا يجب أن يصل الطرف إلى صدام أبدا، ولا تنتظرون يوما من الأيام أن يحصل صدام أصلا بين إيران وتركيا، لأن مسألة غير ممكنة ولا نتمناها بلا شك. لكن كل طرف يتصارع بصراع حقيقي على الساحة. سأترك مسألة الصدام مع جماعة فلان للأخير. لا شك السلطة القضائية، من سألت عن السلطة القضائية، تركيا هناك مؤسسات عريقة بلا شك، مثل المؤسسة العسكرية، هناك مؤسسة لا يجب النظر على أن تم تحييد المؤسسة العسكرية وإرجاعها إلى ثكناتها أنها لم تعد مؤسسة دستورية لديها رأي وتسأل، لا إطلاقا، هي فعلا تم إرجاعه من خلال التشريعات الدستورية يعني الكثير، تم إرجاعه إلى المؤسسة إلى الثكنات العسكرية، لم تعد تفرض. لأنه يجب أن نفهم أن المؤسسة العسكرية لماذا كانت تتدخل في القرار السياسي؟ هل يعني ذلك تجاوزا منها؟ إطلاقا، هي كانت وكان هناك نص دستوري واضح يعطيها الوصاية على الدولة، يعطيها الوصاية على الدولة، وبالتالي هي تتحرك وفق نص دستوري صريح. حتى انقلاباتها العسكرية هي انقلابات شرعية من الناحية الدستورية. ما فعله أردوغان ومجموعته أنه تماماً ألغوا هذه المواد الدستورية وأعادوا المؤسسة العسكرية ثكناتها، لكن تبقى كهيئة دستورية أو كمؤسسة دستورية عندها طبيعة الهيئة الاستشارية في قضايا الأمن والقضايا الكبرى. من خلال ماذا؟ من خلال شيء اسمه مجلس الأمن القومي، اللي هو ممثل فيه المؤسسة العسكرية، المؤسسات الأمنية والمؤسسات السياسية وأضيفتهم. السلطة القضائية بلا شك أيضاً مؤسسة تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات، على الرغم بأنها مؤسسة مهمة ولا تزال متماسكة، إلا أن التداخل السياسي من أطراف يعني التراكمات السابقة ما زالت حتى الآن يعني تحتاج إلى عملية هيكلة من جديد. أعتقد أن نص الدستور الجديد يعني يضع المؤسسة القضاء على رأس أولويات النص الدستوري. المسألة تدعى عن تأثير الغنوشي، يعني شخصيا لم أسمع عن هذا التأثير إلا في الإعلام، ولم أرى شيئا يعني هذا التأثير كمباشر في الفكر السياسي التركي أو في يعني، وأكتفي بذلك بهذا القدر. التواصل بين الأجيال أمر مهم جدا، أعتقد من خلال التسلسل الذي ذكرته كل مدرسة مهدت لمدرسة أخرى، أو بالأحرى كل مدرسة لو نرجع إلى مولدها الأساسي، إذا تحدثنا عن التيار الإسلامي سنجد أن رحم الحركة الإصلاحية النقشبندية هي رحم التي ولد منها كل هذا التيار، وله مشائخه، له مدارسه، له أصوله وموثقه. وبالتالي مسألة حتى حزب العدالة والتنمية اليوم كونوا واثقين بأن هناك، نعتقد بأن حزب العدالة والتنمية أعطى ما عنده، وأنه وصل إلى مرحلة الشيخوخة الآن، وبالتالي هو مطالب بتجديد نفسه في رؤاه وقياداته، وليس قدر تركيا أن تعيش مع أردوغان 20 سنة. فتركيا محتاجة إلى أن تغير أردوغان وتولد يعني ويلد أردوغانات أخرى، وبالتالي نحن محتاجون إلى ضرورة، شوف أي حزب، أي فكرة، أي تيار
ما لم يجدد نفسه في رؤاه وقياداته هو محكوم بالفناء. وبالتالي علينا أن لا ننظر إلى الشخصية كشخصية. يعني كما قلت أردوغان أعتقد أنه استهلك سياسيا وما عاد عنده ما يعطي، فعليه أن يركن إلى يعني أن يتقاعد ويرتاح، كما أيضا حزب العدالة والتنمية نفسه. لكن حزب العدالة والتنمية ليس حزبا تقليديا، هو حركة، وبالتالي هو هناك إرهاصات اليوم لميلاد حركة جديدة من داخل هذا التيار، وقياداته واضحة ومعروفة لدينا، وستظهر يعني أعتقد أن على الأقل 3 إلى 4 أسماء مرشحة أن تكون وليست مستهلكة سياسية، وهي بقدرة أردوغان وربما تفوقه. الأسماء ليس سر، مثلا البروفيسور نعمان كورتوزوش وهو شخصية فكرية معادلة للسيد أردوغان، ونعتقد بأنه هو الزعيم القادم وهو مؤهل إلى ذلك. نعم هو نفس المدرسة وغير وعلى الأقل في اسمين آخرين، لكن شخصية يعني أميل إلى ترشيح هذا الشخص. عندنا في أي تأثر لأرجو قلب الشيخ هل سرت تركيا؟ هل قرأت كتابات تركية أو أدبيات؟ طيب أبتدي بهذا الطريق. يا سيدي الفاضل، أنت سألتني وأنا أجبت، وأنا أقول مرة أخرى لم أرى شيئا من هذا التأثير. لا فقط، ولذلك أنا أعطيتك رأيي فقط. ترى عبد الله أكيد مبارك بسيطة، هذا لا يهمني يعني رئيس الغنوشي أو العلاقة. لما زار السيد أردوغان تونس أهدى للشيخ راشد كتابه الذي درسه، هو حزب العدالة والتنمية أكبر من السيد أردوغان، لكن مجرد يعني حبيت أن نلمح لك الشيء هذا أهداه هنا في تونس كتابه فقط. يعني طيب أنا سأعطيك يعني توضيحا على الأقل، لا أملك تفاصيل. مشكلة بالعلاقة، لا أملك تفاصيل. أنا أقول بأن الحركة الإسلامية التركية في أدبياتها لم تتأثر بأي شكل من الأشكال بأي مدرسة لا إخوانية ولا عربية، وهي مدرسة إسلامية تركية أصيلة في أدبياتها وفكرها. ولا راشد الغنوشي ولا حسن البنا ولا غيرهم لم يكن لهم أي تأثير مباشر في هذا التيار وفي هذه المدرسة. أنا أقول هذا بناء على قراءة علمية. أما فيما يتعلق إذا كنت تستطيع تريد أن تقول أن هذا تأثير، فأن حديث الأستاذ الغنوشي عن المسألة الديمقراطية في وقت مبكر وترجم هذا الكتاب في وقت مبكر في تركيا كان له يعني لا أقول أثره، كان صوتا نشازا فيما يكتبه بقية المفكرين العرب في ذلك الوقت، وكان ترحيبا به. لماذا ترحيبا به؟ لأن تركيا في ذلك الوقت أو التيار الإسلامي في تركيا كان منسجما مع نفس الخط، فوجد هذا الكتاب وكأنه يسانده ويؤيده. إن كنت تريد أن تقول أن هذا تأثير فهو تأثير لك، وإن كنت أريد أن أقرأه بشكل علمي فلا تأثير له إطلاقا. تذكر قال إيرانيون إن في بلاد من الخميني والخامنائي وغيرهم يقولون أنهم قرأوا للإخوان المسلمين هل يعني هذا أن المدرسة الإيرانية متأثرة بهذا الإخوان؟ أنا أعرف أنه الأتراك وقد زارني تركيا عام 80 انقلاب مفكرتوش عام 81 انقلاب عسكري، أنت ما فكرتوش هذا الانقلاب. قاعد عندي مدة أنا يقول لي حسن البنا، يقول لي سيد قطب، يقول لي محمد قطب، سيد الغزالي، يقول لي محمد الغزالي، يقول لي هؤلاء الرجال يعني. أنا لم أقل بأنهم لا يقرؤون، بالعكس هو شعب قارئ. أنا أقول بأنه على المستوى الأدبيات، على مستوى ما هو مكتوب في ثقافة الأحزاب، على مستوى الممارسة السياسية لم ألحظ، وهو تخصص، لم ألحظ أي تأثير مباشر لكل هذه الكتابات. بل أقول أن التجربة التركية سبقت كل هذا. رجاء ليس تحاملا على أي شخص، نحن نقدر كل الكتابات، ولكن نحن نتحدث هنا بمنطق علمي. إذا أنتم تحبوا جاملوا شيخكم جاملوه، ولكن أنا سأعلم هذا
هذه رؤيتي الشخصية، هذه شخصية. وتناغم على أن كنت قلت أن استسلمت إلى حتى لا يفهم كلامي، لا يفهم كلامي في الأيام المجاورة. نعم. أقول نعم. يعني لو سمحوا لي فقط تسمعوني شوية، أصبروا علي شوية. مع شبابيك سنعمان. أقول التيار الشبابي بلا شك حزب العدالة والتنمية أو حركة العدالة والتنمية ارتكزت ارتكاز أساسي على الحركة الشبابية، وتعتقد أنها هي صمام أمان لتواصلها، ولذلك هي يعني إحقاقا للحق تصرف أموالا طائلة في تربية الشباب، في تأثيرهم سياسيا فكريا إلى كل إلى غيره. وهذا يعني تقريبا منذ انطلاق هذه الحركة بدأ هذا العمل، يعني أقصد أنه من 2002 أو من نهاية 2001 تأسيس الحركة الرسمي يعني بدأ هذا. ولذلك اليوم تشوفوا أنت قيادات شابة، يعني العمر من 18 سنة يكون نائب في البرلمان، إحنا اليوم لدينا نواب في البرلمان عمره 18 سنة. يعني هذا شيء مهم للغاية، يعني تدريب هذه القيادة ريحان مهم. الاعتراف بالله رجال اعطوني شويه نكمل نعم. الاعتراف بالاخر ليس يعني لا يمكن الخوف منه، لان الاعتراف بالاخر في اطار الدوله المدنيه، في اطار مفهوم الدوله المدنيه وفي اطار المفهوم المواطنه، يعني الامر سيكون سهلا ومستساغا. كن ما شئت في اطار الدوله المدنيه، ان تكون بربريا، أن تكون عربيا، أن تكون أفريقيا، أن تكون لديك لغة أخرى، لكن مبدأ المواطنة ومبدأ الدولة المدنية يستوعب الكل. وأعتقد بأننا يجب أن نرى بأن التنوع العرقي والفكري والديني حتى إذا والمذهبي هو عامل ثراء لا يجب الخوف منه، لكن المهم هو تقنينه، تشريعه، بأن يكون في مبدأ واضح ولا يكون في طرف عنده امتيازات على الآخر. فلذلك في الساحة التركية أعتقد وصلوا وبدأوا يستوعبون هذه المسألة، وربما الدستور الجديد الذي سيؤكد على مدنية الدولة وعلى مفهوم المواطن يمكن أن يستوعب، يصبح المواطن يقول أنا مواطن تركي من أصل عربي وأتحدث اللغة العربية وأتحدث في البرلمان باللغة العربية ونفس الشيء باللغة الكردية ونفس الشيء، وبالتالي هذه الثقافة تتأسس وتتأصل يعني، ويمكن أيضا نسقطها على ساحات أخرى. استيعاب الآخرين في الحزب ذكره أو فهمت مما فهمته كأنه أشار أحد الأخوة أنه كأنه استيعاب ديكوري، كأنه هذا شكل أنا نجمل به الحزب. لا، لم يكن ديكوريا، لم يكن ديكوريا أصلا، لا يمكن أن يكون ديكوريا. يعني هؤلاء الناس الذين تستوعبهم من تيارات أخرى، مش كلها، هؤلاء قيادات فكرية ولهم رؤاهم من تيارات أخرى ويمثلون، فهم يتقاسمون الحقائب الوزارية والمؤسسات وعفوا المسؤوليات داخل الحزب تقريبا يعني بشكل متناسب. يعني فنحن نعرف حزب العدالة والتنمية هذا الوزير من المدرسة الليبرالية، وهذا الوزير من المدرسة القومية، وهذا الوزير من حتى في التيار الإسلامي نفسه. حزب العدالة والتنمية ميزته أنه ائتلاف بين الجماعات الإسلامية نفسها، يعني التيارات النقشبندية نعرف هذا من جماعة السليمانية وهذا من حركة النقشبندية كذا وهذا من حركة النقشبندية، لأن فيها مدارس. ويعني السيد أردوغان عنده توازناته، فمن كل جماعة يحط وزير، من كل كذا، في توازن غريب جدا خاص بهم. يعني أعتقد أن المدرسة التركية جميعها حداثية بما في ذلك الحركة النقشبندية. يعني لا شك ذكر أحد الأخوة الجانب التاريخي، طبعاً هو أنا لم أنفي المسألة التاريخية، لكن مش موضوعنا اليوم، مش ممكن إحنا نتحدث عن مسار تركيا بدون العودة إلى يعني هذا المسار التاريخي. لكن أنا أقول إحنا نتحدث اليوم في علاقات دولية، في مسائل تتعلق بجانب يعني الفكر السياسي. أرى بأنه ما حبيتش نضيع لكم وقتكم انه نتحدثوا على يعني تلك المحطات، لان مش وقت. لكن واربطوا هذا بالعلاقات التركيه العربيه، لانه سؤال ذكرته يعني اقصد الشراكه بين العرب والاتراك. يعني انا اقول بانه الشراكه العربيه التركيه لماذا احيانا تكون متراجعه؟
مشكلتها أننا نرهنها بالتاريخ. إحنا دائماً لما يجول نتحدث على شراكة تركيا العربية اقتصادية ولا سياسية وغيرها، يعني يتحدثون يعني وكأن المشترك التاريخي أصبح عبئاً. فأنا أقول كالتالي، إذا كنا نريد علاقات تركية عربية حقيقية وشراكة تركية عربية حقيقية، إذا لزم الأمر أن نضع التاريخ مؤقتاً في الرف حتى نحقق شراكة حقيقية، إلى حين أن يأتي جيل نظيف العقل ونظيف الرؤية يستطيع أن يقرأ ذلك التاريخ برؤية يعني مختلفة. وأنا أسأل هنا، أطرح السؤال، هل اليوم تونس لما تعمل شراكة مع فرنسا ولا مع إيطاليا ولا مع بريطانيا هل لديها مشترك تاريخي؟ إذن المشترك التاريخي والحضاري ليس أساساً في بناء العلاقات الدولية والشراكة. إحنا نتمنى النخب العربية السياسية والغير أن تتنبه إلى هذه النقطة. لماذا الحساسية مع تركيا؟ نتعامل معها كأنها دولة في أمريكا اللاتينية، ما عنديش مشترك، لا يعنيني المشترك التاريخي معها. إن كان هذا المشترك يخدمنا فأهلاً ومرحباً به، إن كان ما يخدمناش خلينا في المصالح والثنائية المشتركة والعلاقات المتكافئة والندية. لا شك التوأمة بين المؤسسات، ذكر يعني أحد الأخوة هنا أمر ضروري جدا. لدينا مؤسسات كثيرة معطلة وعاطلة. أعطيني مثالا واحدا لجامعة تونسية لديها شراكة توأمة مع جامعة تركية، هل هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي؟ إطلاقا، هو يحتاج إلى روح المبادرة. ونفس الشيء في المجتمع المدني، ونفس الشيء في المؤسسات البحثية، يعني مشكلتنا أننا ننتظر جميعا في المحطة ولا نبادر، وننتظر معلبات جاهزة تأتينا بأفكار ومشاريع وبعد ذلك نحن نتعامل معها. إذا نحن محتاجين إلى، ذكر أحد الأخوة على موضوع اللغة، لا شك أي تقارب بين شعبين يحتاج إلى أن نستبعد اللغات الوسيطة، نتجنب اللغة الوسيطة. مش ممكن أن نحقق تقارب بين العرب والأتراك وأنا أتحدث الإنجليزية وأنا أتحدث معهم الفرنسية. إذن هذه فرصة تاريخية أمامنا. المؤسسات المعنية باللغة العربية وأدابها، اليوم تركيا تبحث يعني وتقول لكم تعالوا الباب مفتوح، علموا لغتكم وثقافتكم وأدابكم، كما هي تصرف أيضاً أموالاً طائلة وتحاول أن تنشر اللغة التركية وأدابها. هذه مرحلة تاريخية مهمة جداً علينا أن نستوعبها. والغيورين واللي حريصين على ثقافتهم والعروبيين، يلا الساحة مفتوحة أمامكم وتفضلوا يعني اخدموا لغتكم وثقافتكم ما دمتم يعني غيورين على هذه اللغة والثقافة. العلاقة يعني العلاقات التونسية التركية على مستواها السياسي ولا على مستواها الاقتصادي، شخصياً أنا لست راضٍ عنها. لا أعتقد بأنها حققت طموحات الشعبين ولا أيضاً إمكانات الطرفين. المسألة تعود إلى الوضع السياسي في تونس، وأن بعض الحكومات التونسية لم تستوعب هذا التوجه التركي بشكل جيد، وحتى الشراكات الاقتصادية دون أن أذكر هذه الحكومات للأسف الشديد يعني اصطدمت بواقع مرير، هي تشريعات قديمة بالية منذ يعني النظام البائد، وأصرت تلك الحكومات على أن لا تتخذ قرارات وقوانين ثورية تستجيب مع المرحلة وتستو أيضا يعني تستطيع أن تحقق هذه الشراكة. فرهنت نفسها إلى تلك القوانين القديمة ولا تزال مرهونة إلى حد الآن، وبالتالي عطلت الشراكة مع الأتراك كما عطلتها مع أطراف أخرى. هذا في الجانب الاقتصادي، لكن تبقى هناك إمكانات كبيرة جدا لأن هناك حماس كبير من تركيا بالشراكة مع تونس في كل المجالات. أعتقد أن يحتاج فقط شوية يعني حلحلة للوضع، وأنها تتنبه إلى أن تونس لديها هناك إمكانية لتنويع شركائها الاستراتيجيين ليس مع تركيا فقط، مع أطراف أخرى، يعني وتحاول أنها تتخلص من البث القديم. تركيا طبيعي يعني من، أنا ذكرت إنه واحدة من يعني مفاتيح النجاح هي التعايش مع العلمانيين. فعلا كان في، كان ولا يزال تعايش حقيقي.
سواء الإسلاميين الأتراك أو غيرهم لا يعتبرون العلمانية عدواً،